السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم البهيج، اليوم الرائع، تحييكم قناة مثنى عبيدة. واليوم نقول فوز يوحد أمة. الفوز والخسارة في كرة القدم قائمة، ولكن أن يفوز المنتخب العربي السعودي على منتخب الأرجنتين القوي جدا وبقيادة ميسي المعروف بالعالم كله، والكل كان يضع ايده على قلبه عشان المنتخب السعودي واخوتنا، لكن الحمد لله والشكر المنتخب المملكة العربية السعودية اليوم بيض وجوهنا، وحد قلوبنا، جعلنا نشعر بالفخر والسعادة، الفرحة التي غمرت الأمة من اقصاها الى اقصاها، بل كل عربي وكل مسلم موجود في بقاع الدنيا كلها فرحة بهذا اليوم وبهذا النصر الكبير. هدفين رائعين جدا سجلتهم المملكة العربية السعودية، المنتخب الوطني حارس مرمى بطل، ويعني ذاذ عن عرينه كالأسد كالبطل. فجزا الله خيرا للأخوة في المملكة العربية السعودية لهذه الفرحة التي غمرتنا جميعا. هذه رسالة لكل الحكام العرب، لكل من يحكمنا، بأن الشعب واحد، الشعوب موحدة، مشاعر طيبة. فرحنا بتنظيم قطر لكأس العالم، فرحنا للمنتخب السعودي، فرحنا لمنتخب تونس تعادل اليوم، فرحنا ونفرح إن شاء الله للمنتخب المغربي الشقيق أيضا ننتظره إن شاء الله، ويعني فرحة غامرة. وأنا متأكد يا أخواني إن مشاعر كل العرب اليوم توحدت خلف المنتخب السعودي. كانت دقائق المباراة عصيبة على الجميع. طبعا نحن في أمريكا كان عندنا الفجر، وثقوا بالله أغلب الجالية العربية المسلمة كانت تشاهد المباراة، وكذلك حتى لما خرجنا إلى إيصال أولادنا المدارس كانت التليفونات مفتوحة، أولادنا يبلغونا أول بأول بالنتائج لأننا كنا نسوق، لكن قلوبنا كانت مع ننتظر صافرة الحكم، صفر يا حكم صفر حكم. هذه رسالة، وأتمنى على أخواني في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وملكا أن يستثمروا هذه المشاعر الطيبة وهذه الحب الجارف لهذه الأرض الطاهرة ولهذا البلد الأمين وهذا البلد الجميل، أنه يسعوا ونسعى جميعا لإعادة لحمة ووحدة هذه الأمة. لم أسمع وأرى مثل هذا التعاطف الكبير ومثل هذه الفرحة الغامرة منذ أعوام وعقود خلت في قلب أبناء الأمة، الرياضيين وغير الرياضيين، الكل يحب. وكان يوم سعيد لهم هو فوز المنتخب السعودي. هذه الرسالة بأن كرة القدم من الممكن جدا أن توحد مشاعر الناس، أن تجعلهم في سعادة دائمة. لذلك أتمنى وأرجو الله أن يكون هذا اليوم يلحقه أيام قادمة بوحدة الأمة، وحدة المصير، وحدة المشاعر، وحدة الأمل الكبير بأن تستعيد الأمة مكانتها. من أسباب النهضة للأمم العلوم والتكنولوجيا والرياضة والفنون وكل ذلك يرتكز إلى عقيدة قوية. لذلك يا أخواني دعوا هذا اليوم وتسجلوه في ذاكرة تاريخكم، يوم سعيد، المملكة العربية السعودية فرحانة جدا، الشعب العربي السعودي فرح، الشعوب كلها فرحة، مشاعر طيبة، مشاعر أخوية، تفجرت هذه المشاعر، هذه الأحاسيس مع نهاية الصافرة الحكم، كلنا خرجنا وكلنا سعدنا وكلنا عبرنا عن سعادتنا بهذا اليوم. لذلك أرجو الله تعالى أنه يوفق منتخباتنا العربية في كأس العالم كلها، وأن ترفع راية الكرة القدم العربية وترفع هذه المشاعر الطيبة وتجعلنا في ساعات غامرة. أعيد وأكرر، الفوز ليس فوزا كرويا فقط، لقد أوقف المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني عن 36 انتصار سابق، يعني الأرجنتين غلبت فازت على 36 منتخب سابق، السعودية اليوم أوقفتها، ميسي اليوم كان في خسر فريقه، وحتى من كان يحب ميسي كشخص كلاعب وهو لاعب كبير لا شك في ذلك، لكنه كان قلبه مع المنتخب العربي السعودي. شكرا لمن أحرز الأهداف، شكرا لمن دافع، شكرا لمن لعب، شكرا لحارس المرمى، شكرا لكل اللعيبة، وأرجو الله
في ختام هذا الفيديو أن يمن بالسلامة على اللاعب الذي أصيب، أسأل الله أن يشافيه وأن يعافيه، وهناك اهتمام كبير حيث تم نقله إلى ألمانيا للعلاج، وسنبقى نتابع هذه الحالة. مبروك للعرب، مبروك لعشاق كرة القدم. كرة القدم دون تمييز، دون عنصرية، دون تنمر، دون تعالي، ما في فريق كبير وفريق صغير. كرة القدم تعطي لمن يعطيها، فاجتهد أيها المجتهد في كل مجالات الحياة، فليس هناك من كبير، هناك جد واجتهاد وعمل. مبروك 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 لهذا الفوز الكبير، وأسأل الله أن يوفقكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.